التي يقال إنها قريبة من وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، فتحت عنوان لا وقت للمناورات حول الملف النووي الإيراني، كتبت الصحيفة في 13 يونيو/حزيران الجاري: الملف الإيراني وصل إلى مرحلة دقيقة، وبات جليا أن المسألة لم تعد تحتمل مزيدا من المبادرات، فكيف إن كان هناك مبادرات تحمل طموحات سياسية للعب دور أكبر في المنطقة على حساب فوضى تقودها إيران؟ إن على طهران مسؤولية أخلاقية وسياسية اتجاه أمن واستقرار المنطقة، ومن الواضح أن الوضع أصبح لا يحتمل المناورات. الوضع إذن أصبح لا يحتمل المناورات، فماذا يحتمل إذن؟ العقوبات فقط أم أمرا آخر من قبيل ما تحدثت عنه صحيفة تايمز البريطانية؟ قضايا كان يجري التعامل معها حتى وقت قريب بالتعتيم، وتتعلق بالفقر والتسول والبطالة وتهالك البنى التحتية وتردي الخدمات الصحية وغيرها من القضايا، لا سيما الفساد المالي. فماذا يحدث في المملكة العربية السعودية؟ كشف تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية نشرته صحيفة أوقاظ السعودية يوم الجمعة 4 من شهر يونيو/حزيران الجاري أن عدد المتسولين في المملكة بلغ 22,784 متسولا ومتسولة، بعضهم يحمل الشهادة الجامعية وأكثرهم يحملون شهادة ثانوية. وأحصى التقرير أن مكتب مكافحة التسول في الرياض سجل أعلى عدد للمتسولين المقبوض عليهم، حيث بلغ عددهم 11,331. وفي دراسة ميدانية قدمها الدكتور عبدالله بن عبد العزيز اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية، تبين أن 69% من الأطفال المتسولين في مدينة الرياض من السعوديين، وأن الإناث يشكلن 56.6% من الأطفال المتسولين، وأن أعمار معظمهم بين 6 و8 سنوات، غالبيتهم من الإناث ويتسولن مع أمهاتهم. وتصدر التزوير والرشوة قضايا الرقابة والتحقيق. في تقرير صدر عن هيئة الرقابة والتحقيق السعودية خلال عام، جاء فيه أن قضايا التزوير جاءت في المقدمة تلتها قضايا الرشوة وإساءة المعاملة باسم الوظيفة وتزييف عملة وإساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ واختلاس وسوء الاستعمال الإداري وتفريط في المال العام. كما رصدت هيئة الرقابة والتحقيق ممارسة 572 من الأطباء والممرضين غير السعوديين العمل الصحي بشهادات مزورة، ووجود نقص في الكوادر الطبية الفنية والتمريضية في عدد من المستشفيات في المملكة. وكشفت أمانة محافظة جدة أن أكثر من 26,851 منزلا آيلا للسقوط ومعرضا للانهيار في الأحياء العشوائية بسبب سوء إنشائها، فيما بلغ عدد المباني التي انهارت خلال العام الحالي 78 مبنى، خلفت 9 حالات وفاة و52 إصابة. من جهة ثانية، ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى ما يقرب 1,200,000,000,000 ريال، أي ما يعادل نحو 320 مليار دولار أمريكي، خلال السنوات العشر المقبلة لسد العجز الذي تواجهه في الوحدات السكنية، والذي يقدر ب200,000 وحدة سنويا، معظمها لذوي الدخل المتوسط والمحدود. هذه الأرقام عرضها الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة بنك التنمية الإسلامي خالد العبودي. ويشكل الشباب تحت سن 40-60% من السكان في المملكة، ولذا توقع الخبراء أن تبلغ نسبة الذين لا يمتلكون عقارا 60%. أما فيما يتعلق بتأجير المساكن، فبحسب أرقام المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فإن 70% من السكان في المملكة
يعيشون في بيوت مؤجرة. هل يعقل أن يحدث كل هذا في بلد مثل السعودية، أغنى دولة في المنطقة، واحدة من أغنى دول العالم؟ هذا ما تساءل به الدكتور حمزة الحسن في مقال بعنوان حين يشيق النظام، نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية في 4 من يونيو حزيران الجاري. جذر المشكلة يعود إلى الترهل العام في الدولة ورجالها ومؤسساتها وأفكارها. الدولة السعودية شاخت فانحدرت، لذا ترى التراجع في السياسات الخارجية كما في السياسات الداخلية، في الأمن الفالت من العقال، في غياب النظام والقانون وعدم احترامه، في الثقافة المبررة للفساد، في فساد القضاء والقضاء. ولهذا أيضا أمكن لبضع قطرات من مياه الأمطار أن تزيل الطلاء عن واقع التنمية والبنية التحتية البائسة التي صرفت عليها مئات المليارات من الدولارات. ولهذا السبب وغيره استحضر أحد أمراء الأسرة الحاكمة السعودية المشاهد المؤلمة والخطيرة ليدعو أبناء عمومته لترك البلاد للعباد والمغادرة بأسرع وقت ممكن. رسالة الأمير تركي نشرتها وكالة أنباء الجزيرة واجز المستقلة على موقعها الإلكتروني نقلا عن مصادر سعودية رفيعة، وهي رسالة بعث بها الأمير المقيم في مصر إلى الأسرة الحاكمة في السعودية، يقول فيها: إن ملكنا يتفتت ولن نستطيع حمايته مهما عملنا، لقد صارت عائلتنا في عصر لا يقبلها وليست قادرة على الاستمرار في فرض نفسها عليه. المفاهيم الدينية التي تأسس عليها ملكنا لم يعد العالم يقبلها بما في ذلك المسلمون، وصارت هي عنوان الإرهاب بالنسبة لهم، وعليها علقت كل أزمات العالم. إن أزماتنا صارت تستفحل، وإن ما نقوم به مجرد أماني مريض يدرك أنه هالك ولكنه يكابر ويستمر في العلاج والتداوي. وقال الأمير تركي: إذا كنا عقلاء يجب أن نترك هذه البلاد لأهلها، فهي تتسع بكرهها لنا، وعلينا أن ننسحب منها ما دمنا قادرين. يجب أن نأخذ عائلاتنا بسرعة وننسحب، أو سوف يجرجروننا في الشوارع مثل ما جرجروا العائلة المالكة في العراق، وذلك مؤكد، وأمريكا لن تنجدنا وستتفرج على مصيرنا كما تفرجت على شاه إيران وهلال سيلاسي وإدريس السنوسي وفيصل وحميد الدين وغيرهم. هل اتسع الخرق على الراتق وبلغ السيل الزبا أم قضي الأمر ولات ساعة من دم؟ في الكويت يقبع الكاتب محمد عبد القادر الجاسم في السجن منذ أسابيع في الكويت بتهمة مسه بالذات الأمريكية، لكن المذهل أن كاتبا كويتيا آخر مس بكل كويتي